وهكذا عطلت الحرائق الإنتاج التلفزيوني والسينمائي في الولايات التي تحتضن هوليوود مهد السينما والصناعات، صناعات الأفلام. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وارتفعت ألسنة اللهب في السماء وارتفعت درجات الحرارة بسبب ذلك، والله عز وجل يرسل الريح فتهب كما يشاء، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمور. وهذه الأرض اليانعة المزخرفة الخضراء، هذه المسطحات العشبية والأشجار والطبيعة الغناء كما يقولون، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. آلاف الهكتارات احترقت فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. وهكذا يرى الناس بأعينهم قدرة الله تعالى، ولله ما في السماوات وما في الأرض وبيده الملك يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يريد، وأملي لهم إن كيدي متين. عباد الله، إن في الأحداث عبرا، وإن ما يكون في الأرض لآيات، ولكن أين المعتبرون؟ أين المتفكرون؟ أين الذين ينظرون إلى الواقع على نور القرآن والسنة؟ أين الربط بين ما في الكتاب والسنة وبين ما يجري في الأرض؟ أين القلوب الحية التي تدرك العبر والعظات وتأخذ منها ما تأخذ؟ والمسلم لا يغتر ويقول نحن لم يصبنا ما أصاب غيرنا بل يتعظ. حتى في الفتوحات كان الصحابة يتعظون، لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. قال الراوي رأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. عباد الله، عندما يحاصر المحاصرون وعندما تقوم هذه الكوارث الرهيبة، إن لنا نحن في ذلك عبرة أيضا. ونسأل الله تعالى أن يسلم بلادنا من الكوارث والآفات والمصائب والغلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وعافنا وسلمنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا في خير وعافية وسلامة وأمن وإيمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمتك وفضلك، ونسألك عافيتك وهداك، نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا بهدي نبيك مستمسكين، وبسنته عاملين، وعلى طريقه سائرين، ونلاقيه يوم الدين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.